التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر في هذا المساء حيث يسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا الحادي عشر الذي خصص بالجعدان الثنايا المحليات الأصايل. انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بمقدمة هذا الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي يتقدم على مقدمة هذا الاندفاع. هو تشاهدون أمامكم كفو بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيد بن محمد النهيان والصادق بن فضل الأمين اللي يقوده في عملية التضمير، بينما النغلة إلى المركز الثاني يرى الوصول والانطلاق على ثاني المراكز في هذه اللحظات. هذا هو العقربي بشعار سمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي وعبد الله بن الشير بن محمد اللي يتولى عملية تضمير، بينما الانتقال إلى المركز الثالث ليرى الوصول والانطلاق على ثالث المراكز من قبل شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص السويدي اللي يتولى عملية تضميره، بينما في المركز الرابع هذا هو ياتينا مشاهدين الاعزاء هملول بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومختار بن احمد اللي يتولى عملية تضميره، بينما النغلة إلى المركز السادس. في سادس المراكز هذا شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره، بينما في المركز السابع ياتينا هنا شكلان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد اللي احتل المركز السادس. نعم في المركز السادس، بينما النغلة إلى المركز السابع ليرى الوصول من شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره، بينما في المركز الثامن كذلك من الجانب الآخر شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي من يتولى عملية تضميره. وتاسعا يتقدم مشاهدين الكرام مشغول بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد الغاسمي وبخيت بن سالم المسافري يتولى عملية تضميره، وعاشرا من الجانب الآخر هو يتقدم مشاهدين الكرام كساب بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن المر بن حلوة اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه. هكذا مشاهدينا الكرام نتيجتنا للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه ايضا الشعارات اللي مسيطره على العشر المراكز الاولى امامكم في ارضيه هذا المضمار، بينما اسامي وشعارات بعد العشر المراكز الاولى لم يحين موعد دخولها ونداها. لكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى البدايه الاولى الى المركز الاول، وهذا المسيطر كفو بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيد بن محمد النهيان والصادق بن فضل الامين اللي يقود في عمليه التضمير والتدريب اللي يعتني به في تضميره، بينما في المركز الثاني يرى الوصول والانطلاق من الجانب الاخر هذا شكلان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتعب الصغير اللي يتولى عملية تضميره مع ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث هذا هملول بشعار سمو الشيخ معالي أو معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن أحمد اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز الثالث، بينما نغلتنا التالية إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع هذا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وراشد بن خميس الغويص السويدي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما نغلتنا إلى المركز الخامس ونجد على خامس المراكز هذا شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي اللي يتولى عملية تضميره، بينما
في المركز السادس. في المركز السادس يتقدم هنا وياتي بالاندفاع الجميل هذا العقربي، يتقدم بشعار سمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي وعبد الله بن الشهير بن محمد اللي يتولى عملية تضمير وتدريب من يحتل المركز السادس. وسابعا يتقدم مشاهدين الكرام هذا منذر بشعار سمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي وسعيد بن فايل بن راشد الزرعي اللي يتولى عملية تضمير وتدريب في هذا المسار. بينما ننتقل مشاهدين الأعزاء ونتابع المركز الثامن، يتقدم على ثامن المراكز هذا هو مشاغب بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان رايد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي تابعه في عملية تضميره وتدريبه على ثامن المراكز. بينما في المركز التاسع هذا يتقدم على تاسع المراكز مشغول بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان الغاسمي وبخيت بن سالم المسافري يتولى عملية تضميره مع المركز التاسع. وعاشرا ياتي شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي من يقوده في عملية التضمير والتدريب. هكذا مشاهدين الأعزاء أتممنا لحضراتكم ندائنا الثاني ما منذ بداية الانطلاقة وحتى الآن من مسافة 8 كيلومترات، لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول في هذا المسار. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهذا هو المسيطر على زمام الأمور ويتقدم في المركز الأول كفو كفو بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آن هيان والصادق بن فضل الأمين اللي يقوده في عملية التضمير والتدريب. بينما ياتي مع المركز الثاني ويتقدم بالانطلاق هذا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم راشد بن خميس الغويص السويدي يتولى عملية تضمير وتدريب. بينما في المركز الثالث يتقدم هذا شكلان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن مروشد اللي يتابعه في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الرابع هذا هو هملول بشعار ايضا معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ويتابعه في عملية التضمير مختار بن احمد اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه. بينما في المركز الخامس هذا شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه. بينما في المركز السادس هذا يتقدم كذلك شاهين، هو المركز السابع شاهين لهجن العاصفة تعود ملكيتهم ويضمر اللي هو غياث الهلال لمن يتابعهم في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الثامن هذا هو ياتي كساب بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وخالد بن المر بن حلوة يتولى عملية تضمير. بينما في المركز التاسع ها هو يتقدم منذر يتقدم مشاهدين الكرام بشعار سمو الشيخ خالد بن حمدان بن رايد النعيمي وسعيد بن فايل بن راشد الزرعي يتولى عملية تضمير. وعاشر المراكز اشوف الوصول على المركز العاشر في هذا الانطلاق الجميل والمتميز. ايضا العقربي يتقدم بشعار سمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي وعبد الله بن الشير بن محمد اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه. هكذا المراكز الاولى المتقدمة التي تسير في ناموس هذا الشوط. ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول، بوابة 2 كيلومترات بدينا نغادرها في هذا الاندفاع الجميل
جسر العبور، جسر العبور، ولكن العودة إلى المركز الأول، إلى شكلان، إلى شكلان المسيطر على مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويتابع في عملية التضمير المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد اللي يتابعه في عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي من يتابعه في عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الثالث اشوف الجعادين بدأت تتحرك في هذا المسار مع اقترابنا، مع اقترابنا مشاهدين الاعزاء لبوابة الكيلة والمتر الاخير، وياتي هنا كفو بشعار سمو الشيخ دياب بن زيد بن محمد النيان والصادق بن فضل الامين يغوده في تضميره، ولكن هملول، هملول بدا يسير، بدا يسير نحو الامام بشعار مع الشيخ محمد بن بطي ال حامد ومختار بن احمد يتولى عمليه تضميره، بينما تحرك في المركز الخامس، في المركز الخامس ياتينا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام اللي هو كساب بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوه يتولى عمليه تضميره، ولكن شكلان، شكلان ما شاء الله وتبارك الله انطلق، انطلق على المقدمه على البدايه الاولى بالغلاف الجوي الاخير مع هذه الامتار النهائيه. مشاهدين الاعزاء ها هو شكلان بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن محمد بن مروشد في عمليه تضميره، يلا يا المتعب الصغير غياث الهلالي يقدم لنا شاهين لهجن العاصفه في المركز الثاني. معركه ثنائيه، معركه ثنائيه ما بين شكلان وشاهين. الله 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 على المنافسة، الله على التحديات اللي غادم، اللي غادم. شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يقدم لنا كساب خالد بن المر بن حلوة، ولكن ها هو شكلان يقترب من خط النهاية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد على هذا التألق واختطاف شكلان لناموس هذا الشوط، بينما وصل بالمركز الثاني شاهين لهجن العاصفة، والمركز الثالث كان الوصول من كساب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الرابع كان الوصول من كفو بشعار سمو الشيخ دياب بن سيب بن محمد النيان، خامسا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصوله اللي هو شكلان إلى خط النهاية ب 12 دقيقة 54 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية للمتعب الصغير الذي قاد شكلان لاختطاف ناموس هذا الشوط سعيد بن محمد بن مروشد، بينما وصل شاهين في المركز الثاني ب 12 دقيقة 57 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنية لغياث الهلالي مضمرا ومتابعا لشاهين، بينما وصل في المركز الثالث هذا هو مشاهدين الاعزاء اللي هو كساب ب 12 دقيقة 58 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية لخالد بن المر بن حلوة. تهانينا والناموس للجميع.